ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من بي ان ماروك. كورونا، هكذا تسللت السلالة الهندية إلى المغرب. كشفت مصادر جد مطلعة أن تسللت السلالة الهندية المزدوجة التحور إلى المغرب، قدمت من الهند عن طريق دبي، وذلك عن طريق رجل أعمال هندي يعمل في مجال السياحة. وشككت المصادر في حقيقة عدد المخالطين الذي تم الإعلان عنهم، والذي يبدو قليلا بالنظر إلى المسار الذي سلكه رجل الأعمال الهندي خلال رحلته من الهند إلى الدار البيضاء. وتتميز النسخة الهندية من فيروس كورونا بأنها تجمع بين طفرتين مختلفتين، ما يجعلها تفلت بسهولة من قبضة الجهاز المناعي. والخبر المحزن أن الذين حاصلين على اللقاح وأيضاً الذين تعافوا من كورونا يمكنهم الإصابة سريعاً بالنسخة الهندية. في انتظار رأيكم متابعينا الكرام.